من ضمن الاساطير اللي اتقالت في دنيا التصوير هي ان الصوره عباره عن تكه زرار، والحقيقه هي انك عشان تعرف تطلع صور حلوه جدا لازم تعرف تتحكم في ثلاث حاجات رئيسيه، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. انا احمد حسن ودي الحلقه الثالثه من سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين اعدادات الكاميرا. قبل ما ابدا الحلقه حابب اقول ان السلسله دي للمبتدئين، هيكون فيها معلومات قيمه جدا ومفيده ليك كشخص مبتدئ، وهنكون عيله كبيره من ناس عندها شغف وحابه تدخل في عالم التصوير. اما لو انت مصور جامد وحد بروفيشنال فالسلسله دي معلوماتها مش هتفيدك لحد كبير، بس ده ما يمنعش طبعا انك تعمل لايك واشتراك في القناه وتساعدنا ان احنا نكون عيلتنا كبيره في اسرع وقت. من الاسئله المتكرره جدا واللي دايما اي مصور بيسال عليها هي اعدادات الكاميرا، هل مثلا في اعدادات ثابته بنفضل ثابتين عليها على طول، ولا الاعدادات بتتغير مع اختلاف الزمان والمكان؟ في الحقيقه عشان تعرف تطلع صور مظبوطه لازم تعرف تتحكم في ثلاث حاجات رئيسيه، وهما الاي اس او او الايزو والشاتر سبيد والابريتشر او فتحه العدسه، ودول في التصوير اسمهم مثلث التعريض. الثلاث عناصر دول لو عرفت تتحكم فيهم بشكل كويس فانت بنسبه كبيره جدا هتطلع صور حلوه جدا مهما اختلف الزمان والمكان، وعلى العكس تماما لو ما بتعرفش تتحكم فيهم فانت هتطلع صوره مش مظبوطه، او بمعنى اصح اوفر اكسبوجر او اندر اكسبوجر، يعني الصوره ملسوعه او الاضاءه بتاعتها عاليه جدا او الصوره اضاءتها اقل من المطلوب. واول عنصر هنتكلم عليه من الثلاث عناصر دول هو الاي اس او او الايزو. الايزو عباره عن رقم بيعبر عن حساسيه السنسور للضوء، يعني مثلا لو بصور على ايزو 100 وده يعتبر اقل رقم في حساسيه الكاميرا للاضاءه، فحساسيه الكاميرا للاضاءه هتكون قليله والصوره اللي بصورها هيكون الاضاءه فيها مش كبيره، ولو وصلت مثلا بالايزو ل 3200 فبالتالي حساسيه الكاميرا للاضاءه هتكون عاليه. لكن من الحاجات اللي لازم تعرفها ان اي عنصر من الثلاث عناصر اللي هنتكلم عليهم النهارده ليه تاثير على الصوره. بالنسبه للايزو بيأثر على جوده الصوره، فكل ما بيزيد رقم الايزو بيزيد معاه النويز او التشويش في الصوره، والنويز مع الايزو بيكون واضح بدرجه كبيره ومؤثره مع كاميرات الفئه القليله او كاميرات الكروب فريم، وعلى العكس تاثيره بيكون اقل بكتير جدا مع كاميرات الفئه العاليه او كاميرات الفول فريم. يعني لو انت فول فريم ممكن تبتدي تشوف النويز مع الايزو من اول ايزو 6400 مثلا، اما لو كنت كروب فريم فهتبتدي تشوف النويز في الصوره من اول ايزو 800، ودي حاجه من الحاجات اللي بتميز كاميرات الفول فريم او الفئه العاليه عن كاميرات الكروب فريم او الفئه الاقل. تاني حاجه هتكلم عنها النهارده هي الشاتر سبيد او سرعه الغالق. الشاتر هي البوابه اللي موجوده قدام السنسور، سرعه فتح وقفل البوابه دي كل ما كانت اسرع كل ما كميه الاضاءه اللي هتخش للكاميرا اقل، وعلى العكس تماما لو البوابه دي فتحت بشكل ابطا الكاميرا هيبقى عندها فرصه تستقبل كميه اكبر من الضوء، فلو بتصور حاجه محتاج فيها كميه اضاءه اكبر فهتخلي سرعه الشاتر اقل، ولو بتصور حاجه مش محتاج فيها كميه اضاءه كبيره فهتخلي سرعه الشاتر اسرع. سرعه الشاتر بتتقاس بالثانيه واجزاء الثانيه، بتبدا برقم كبير جدا وهو 30 ثانيه وبتوصل لحد 1 على 8000 جزء من الثانيه. 30 ثانيه رقم كبير جدا، تخيل معايا السنسور بيفتح لمده 30 ثانيه متواصله عشان يلقط الصوره، وبرضه تخيل معايا السنسور هو بيفتح بسرعه 1 على 8000 جزء من الثانيه. زي ما اتفقنا ان كل عنصر من الثلاث عناصر ليه تاثير على الصوره، فتاثير الشاتر على الصوره بيكون في الفريزنج والموشن، يعني مثلا لو بتصور عرض رياضي ناس بتتحرك بسرعه جدا وانت عايزها تبان في الصوره ثابته هتخلي سرعه الشاتر سريعه جدا ممكن تبقى 1 على 2000 جزء من الثانيه، اما لو بتصور حاجه عايز تبين الموشن بتاعها في الصوره عايز تبين ان العنصر ده كان بيتحرك فهتصور على سرعه شاتر قليله جدا. مثال مثلا من ثانيتين لحد 30 ثانيه الصوره دي اتصورت كده، بس نصيحه مهمه لو هتصور على سرعه شاتر قليله لازم الكاميرا بتاعتك تكون ثابته بنسبه 100%، ويستحسن بنسبه كبيره جدا ان الكاميرا تكون ثابته على ترايبود. ثالث حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي الابريتشر او فتحه العدسه. فتحه العدسه هي اللي بتحدد كميه الضوء اللي هتخش للكاميرا، فبالتالي لو العدسه بتاعتك مفتوحه فكميه الضوء اللي هتخش للكاميرا كبيره، ولو العدسه بتاعتك مقفوله فكميه الضوء اللي هتخش للكاميرا قليله. فتحه العدسه هي اصعب عنصر من الثلاث عناصر اللي بنتكلم عنهم النهارده، وده بسبب ان هي فيها علاقه عكسيه ما بين فتحه العدسه وكميه الضوء اللي هتخش للكاميرا. يعني مثلا لو فتحه العدسه 1.2 وده رقم قليل جدا فبيعبر عن فتحه عدسه واسعه جدا وبالتالي كميه كبيره جدا من الضوء، ولو الرقم ده مثلا وصل لحد 22 فده بيعبر عن فتحه عدسه ضيقه جدا وبالتالي كميه قليله جدا من الضوء. علاقه عكسيه، رقم قليل يعني فتحه عدسه كبيره، رقم كبير يعني فتحه عدسه قليله. اما بالنسبه لتاثير فتحه العدسه على الصوره فهي المسؤوله عن العزل في الصوره او الديب سوب فيلد. ساعات بيعدي عليك صوره فيها عنصر واضح وباقي الخلفيه معزوله عن العنصر ده، هو ده عمق الميدان او الديب سوب فيلد. كل ما الرقم بتاع فتحه العدسه بيقل كل ما نطاق تركيز الكاميرا بيقل وبالتالي عزل اكبر. دلوقتي انت عرفت اهم 3 اعدادات في الكاميرا وايه تاثيرهم بالظبط على الصوره، لكن من المشاكل اللي واجهتني اول ما اتعلمت التصوير وفضلت معايا وقت كبير جدا وما كنتش لاقي لها حل هي ان انا لما عرفت الثلاث عناصر دول ما كنتش بعرف اظبط الاول، وده كان بيخليني اطلع بنتائج قليله او مش مرضيه بالنسبه لي لحد كبير. السر بقى كله مش في معرفتك للعناصر على قد ما هو في معرفتك هتظبط ايه الاول وتظبط ايه عليه. مع الوقت والخبره والتجارب عرفت اجابه السؤال ده،
عشان تعرف تظبط ايه الاول لازم تعرف الاول انت عايز ايه من الصوره. بصور صوره لشخص وعايز اعمل عمق ميدان وعايزه يبقى هو ايه فوكس واللي وراه اوت فوكس، يبقى هظبط ايه الاول؟ رجعت وفكرت ايه من الثلاث عناصر مسؤول عن العزل في الصوره؟ فتحه العدسه، فهتظبط الرقم بتاع فتحه العدسه الاول وعلى اساسه بتظبط الاثنين الباقيين. بصور عرض رياضي مثلا وعناصر بتتحرك بسرعه جدا وعايزها تبان في الكادر ثابته، ارجع وافكر ايه من الثلاث عناصر مسؤول عن الفريزنج والموشن. الموضوع في الاول محتاج تجربه وممارسه كتير جدا، جرب واغلط وتعلم لحد ما هتوصل في الاخر لنتائج مبهره ونتائج مرضيه جدا بالنسبه لك. مع التمكن هتوصل انك بتظبط كل اللي احنا قلناه في الحلقه دي في من 5 ل 10 ثواني. هي دي خلاصه الموضوع اللي محدش كتير هيقولها لك. اقدر اقول لك انك لو فهمت الحلقه دي كويس وفهمت كمان حلقه تكوين الصوره اللي هتظهر لك هنا، فانت بنسبه كبيره بقيت مصور بروفيشنال. بس في التصوير بالذات الاهم من الفهم هو التطبيق. بما انك كملت الحلقه للاخر فانت اكيد حد مميز بالنسبه لي، واحد من عائلتنا الكبيره وجامد. اشوفك على خير في حلقه قريبه جدا من سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين.